بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة الرطبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة في ارتفاع في نسب الرطوبة ده على مدار اليوم ونشاط رياح ببعض المناطق، كمان فرص أمطار ضعيفة إلى خفيفة على شمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس، معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتور دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا أهلا. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حالة الطقس، خاصة إن في ارتفاع في درجات الحرارة وكمان ارتفاع في نسب الرطوبة. بالفعل في اليوم استمرار لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع كمان قيم الرطوبة أو نسب الرطوبة في معظم محافظات المصرية، وده بسبب إن احنا بنتأثر بامتداد المرتفع الجوي في معظم الأيام. المرتفع الجوي ده بيعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وبيساعد على ارتفاع درجات الحرارة. كمان بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه معظم الكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار المية، وده اللي بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبة، وارتفاع نسب الرطوبة ده اللي بيزود إحساسنا بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، لأن اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع إن هي تكون 34 درجة مئوية، لكن مع وجود نسب الرطوبة هحسها لو تكون 37-38 درجة مئوية، فبالتالي إحساسي بالطقس خلال فترة النهار وتحديدًا في فترات الظهيرة طقس حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، لكن في هدوء واعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، وده اللي هيساعدنا فترات الليل كمان ان احنا نحس بنسب الرطوبة الموجودة في الجو. أجواء فترة الليل أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم أنحاء الجمهورية. كمان اليوم متوقع ان يكون في فرص سقوط الأمطار، وهي فرص ضعيفة، الأمطار خفيفة على بعض الأماكن من محافظات شمال الدلتا أو شمال الوجه البحري، لكن هي كلها فرص ضعيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. بالإضافة كمان ما زالت السبورة المائية موجودة معانا فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، فلازم قائدي المركبات والمسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر لازم ناخد حذرنا، ولازم تكون القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، وهي بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني تقريبا الساعة 7-8 صباحا تدريجيا السبورة المائية بتبدأ تختفي والرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق، ويمكن الأجواء دي متوقع إن هي تكمل معانا على مدار هذا الأسبوع، لأن إحنا على مدار هذا الأسبوع كله هيكون في استمرار لارتفاع درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وعظمى على القاهرة الكبرى هتتراوح ما بين 34-35 درجة مئوية. بالإضافة كمان نأكد أن اضطراب الملاحة البحرية اللي كان موجود في خليج السويس الحمد لله بدأت سرعات الرياح تهدأ على خليج السويس، وبدأ خليج السويس يعود ثاني يعني الاعتدال بشكل كبير، فحالة الملاحة البحرية على البحرين وخليج السويس معتدلة، مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. إن شاء الله مع بداية الأسبوع المقبل نبدأ نلاحظ أن درجات الحرارة بدأت يحصل فيها تحسن بإذن الله، خاصة كمان أن احنا متوقع أن يكون في نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء مع نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله. المهم كمان الرطوبة تقل شوية مع درجات الحرارة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة متوقعة النهاردة، هنبدأها من القاهرة والعظمى 34، الصغرى 26، عاصمة إدارية 35-25، الإسكندرية 31-24، العالمين الجديدة 31-24، مطروح 30-23، دمياط 32-25، بورسعيد 33-25، إسماعيلية 35-24، السويس 34-23، العريش 33-23، كاترين 35-17، طابة 36-25، أحلايب 36-29، شلاتين 41-31، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 39-29، الفيوم 36-23، بني سويف 36-23، الوادي الجديد 43-25، أسيوط 38-24، سوهاج 40-25، قنا 45-47، الأقصر 43-27، وأخيرا أسوان 43-28.
مستمرين خلال الأيام دي في ارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، لكن إن شاء الله مع بداية الأسبوع هتقل درجات الحرارة. بنأكد مرة تانية نتوخى الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس وكمان شرب كميات وفيرة من المياه خلال ساعات الظهيرة. هرجع مرة تانية لبسنت ومصطفى علشان نكمل معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا. شكرا. شكرا.